الجمال وأيضا التغذية كترافقنا من خلال حروف الزين مع إيمان تازي الأخصائية في التغذية التحاليل الطبية وأيضا التجميل. صباح الخير إيمان. صباح النور لهنا. أهلا وسهلا وسنة سعيدة يا رب دائما علينا وعليكم وعلى جميع السادة المستمعين الكرام وإن شاء الله باش ما تمناو وإن شاء الله. نعم ربما سنة 2014 كانت سنة مميزة بالنسبة لك إيمان. زعما من أجمل السنوات اللي الحمد لله زعما سنة كانت فاتحة خير عليا ونهاية خير عليا الحمد لله ونتمنى إن شاء الله أننا وجميع الناس يستقبلوا السنة الجديدة بالأفراح وبالمسرات وبالنجاحات وبالتميز إن شاء الله. إيمان نحن دائما كنقدموك بأخصائية في التحاليل الطبية بحكم عملك في المختبر, أخصائية في التغذية بحكم يعني أيضا الدراسات اللي عملتي فيما يخص التغذية وأيضا التجميل, ولكن علاش قلت لك سنة 2014 كانت سنة خير عليك لأنه ضفت لك مجموعة من الصفات. الحمد لله. نعم نبغيو نعرفو بكل فرح. هاد السنة هادي ربما كان عندي واحد الحب نظرا للتخصص ديال الوالد ديالي, كان عندي حب للميدان ديال البسيكولوجي علم النفس يعني نعم. بجميع أبعادي سواء علم النفس سواء تطوير الذات, فهاد العام هذا بحال حسيت راسي مقصرة في هذا المجال وبغيت نشبع ديك الرغبة, فبديت كان نقرا فيه ودرت بعد شواهد في هذا الميدان, والحمد لله كانت واحد المسابقة على صعيد الوطن العربي وكانوا اختيار محاضرين افضل محاضر عربي, والحمد لله كانت هذيك المسابقة كان نورمالمون كانت واحد الدبلوم كان فيه 8 ديال المحاضرات, وعاد كانت الاجتياز ديال هذاك الدبلوم كان عبارة عن مسابقة وخديت اللقب الاول الحمد لله, وهو محاضرة عربية وهو كان فخر. علاش؟ لان انا حضرت باللغة العربية الفصحى, وفي حين ان الإخوة المصريين ولا السوريين ولا العراقيين ولا الخليجيين حاضروا باللهجة العامية ديالهم, فهنا كان تميز, والحمد لله كهذيك الفرصة فتحت لي فرص أخرين أنه بزاف ديال الأكاديميات اللي طلبوني وكانوا يعني ما كانوش عارفين أن المغاربة يقدروا يحاضروا بالعربية الفصحى بهالطلاقة ومدة طويلة, حين أنا قلت لهم أن المغاربة بالعكس أنهم عندهم أي لغة الحمد لله كيتقنوها وأي مجال إلى 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 عطاو الوقت ديالو كيكونوا فيه مبدعين الحمد لله. هادشي كيميزنا الحمد لله كمغاربه. إيمان هاد المساله ديال علم النفس او الشواهد في علم النفس حتى هي عندها علاقه بالجميل, بحيث انه لما كنعملوا اي حاجه في الجسم ديالنا ولا في الشعر ولا في الوجه فباش نبانوا بصوره افضل ونفسيتنا تكون مرتاحه. بطبيعه الحال هو كل شيء اي حاجه الانسان كيبغي الذات ديالو تكون رقي الذات وتحسين الذات. انا ربما اول خطوه لي كنت التجأت لدراسه البي ان ال او البرمجه اللغويه العصبيه. علاش مشيت درستها؟ كان عنده علاقه بميدان التغذيه, لان كنت لقيت صعوبات في اقناع بعض الناس انهم يعملوا ريجيم, فكنت مضطره ان نقرا دي تكنيك تقنيات باش نقنعهم وباش نخليهم يعني بطريقه غير مباشرة يمشي ويعملوا ذاك الحمية أو لا يتبعوا ذاك النظام الغذائي أو لا يبتعدوا عنها, وكانت يعني هكا كانت ترابط حاجة كتديك الحاجة أخرى. إذن شنو الرابط اللي عندنا اليوم بين التجميل وكل تلك الشواهد وما بماذا ستقنعين أنا؟ اليوم غادي نتحدثوا على واحد المادة هي من المواد الجميلة واللي للأسف كانت من ثواب النبلاء من قبل, ودابا ولاو شوية كتلقى واحد الإهمال واللي هي القرفة. القرفة اليوم غادي نحضروا منها زيت اللي كيتستعمل لأغراض تجميلية خاصة لتحفيز الشعر على النمو. غير هو بغيت نشير أن هذه المادة هذه القرفة كتسمى بالانسولين الطبيعي. علاش؟ لانها من اول التوابل اللي تنصحوا بها مرضى السكري, يعني هي عندها واحد القدره عجيبه في تخفيض نسبه السكر في الدم, بالتالي فاحنا كننصحوا مرضى السكري انهم يضيفوا القرفه سواء السلطات ديالهم سواء المختلف الاغذيه, وتعمل كماده يعني هي بالرغم من انها كتخفض السكر هي كتضيف واحد المذاق للاكل وكتعوض السكر, فبالتالي عندها علاقه بازاله الدهون.
لا هي ماشي، حيت انا ضد هذاك المبدا ديال ازاله الدهون او لا هذه منحفه ولا هذه الماده كضعف. هو لا، هو نظام حياه هو اللي كيخلي الانسان يتخلص من الدهون. كاين واحد الوصفه ديال سكين جبير مع القرفه اللي معروفه انهم كيعملوها لخفض الوزن، ولكن هي ماشي هذاك هو الغرض منها، ولا ان هذيك دوك الوصفات السريعه ما كي ضعفوش كنرجعوا الوزن بسرعه. نعم، اذا باش نرجعوا للموضوع الا سمحتي، غادي نحضروا وصفه من القرفه خاصه بالشعر اللي هو محور حديثنا هذا الاسبوع. نعم، زيت القرفه. تماما، زيت القرفه. كنحتاجوا له عود ديال القرفه مع نصف ملعقه كبيره قرفه مطحونه، يعني كنكوبليو عود ديال القرفه مع نصف ملعقه ديال القرفه كبيره تكون مطحونه مع 50 مليلتر زيت نباتيه. كنعملوا الكل في اناء وكيتعمل في حمام مريم مده ديال 3 ساعات على نار هاديه. من بعد كنصفيو بورق لو بابي فيلتر، كنصفيو به وكنصفيو داك الزيت باش ما يبقاش لينا ديك القرفه اللي مطحونه ما تبقاش لينا في الزيت، وكنعملوه في واحد القنينه معتمه قابله للغلق المحكم، وتيولي الزيت واجد، يعني سرعه في التحضير كيتحضر بسرعه الزيت. فقط غير الحمام مريم، ما كيحتاجش انه يبقى مده طويله مع التحريك او كذا؟ لا فقط بهذه الطريقه، وتيعطينا واحد الزيت اللي تيولي اللون ديالو داكن نوعا ما على لون الزيت الاصلي، وتتكون رائحه ديال القرفه فيه جميله بطبيعه الحال. وكيتعمل هذا الزيت، هذا كيتعمل خاصه هو من زيت القرفه، من وصفات ديال الشعر، فهو كيتعمل للشعر يعني كحمام زيت، سواء الشعر الاطراف سواء الفروه ديال الشعر، تيعطي واحد اللمعه للشعر وصحه للشعر، وتيعطي واحد خاصه الشعر اللي ما تيكونش اسود تيعطي واحد اللون زوين مميز. وكذلك كيتستعمل، هو الغرض ديال هذا الزيت هو تحفيز النمو ديال الشعر. غير هو ان نشير انه قبل ما يتم استعمال زيت القرفه، احنا حضرناه كلشي، لا ضروري نعملوا واحد ان تيست، نعملوا على الفروه ديال الورا تجربه، نعملوا على الفروه ديال الشعر، ونلاحظوا واش كاين شي تحسس واش كاين شي حساسيه. من بعد 24 حتى 48 ساعه الا ما دارت حتى شي حاجه يمكننا نستعملوه بامان. علاش هي قويه؟ نعم قويه، حيت القرفه كماده كتدخل في اقنعه ديال تنظيف البشره، كتنظف البشره بعمق، ولكن بزاف ديال الناس اللي كتسبب لهم حساسيه وتهيج وحمرار، وحتى تقدر تؤدي يعني من نظر القوه ديالها، هي عامه اي واحد كيدير مثلا قناع القرفه كيولي له وجه احمر، لانها كتحفز الدوره الدمويه، وبحال كنحسوا بواحد السخونيه وواحد الوخز، ولكن بعض الناس اللي كتجاوز لهم هذا الامر وكتؤدي الى مضاعف. فذلك الناس اللي عندهم البشره الحساسه مثلا، فهاد الوصفه يتجنبوها. نعم، اذا عود ديال القرفه، عود يعني كبير، نص معلقه كبيره من بودره القرفه او القرفه مطحونه، 50 مليلتر زيت نباتيه، كنعملوا الكل في حمام مريم لمده 3 ساعات، كنصفيو من بعد، وكيكون الزيت واجد للاستعمال. قلتي بانه ضروري من التجربه قبل الاستعمال، هادشي كيعني ان الاطفال الصغار نجنبوا لهم هاد الزيت؟ تماما. نعم، اذا الاطفال الصغار، لانه مجموعه من الامهات كيبغيو يطولوا الشعر ديال البنيتات ديالهم، فالاطفال الصغار ربما اقل من 10 سنوات او اقل من 12 سنه. تماما، الاطفال الصغار نستنبو حتى الكبار، كيف قلت حتى بعد هذه التجربه عاد يمكن لينا نستعملوا. نعم، ولكن ما نتخوفوش منه لانه محفز قوي على نمو الشعر. ايمان، يوم غد باذن الله غادي نعملوا خلاصه لكل ما ذكر خلال الاسبوع. تكلمنا على زيت الفاني، تكلمنا على زيت ايضا الكركديه، واكيد غادي نعاودوهم غدا ان شاء الله في حروف الزين. ايمان تازي، الاخصائيه في التحاليل الطبيه التغذيه والتجميل، شكرا جزيلا. صباحكم مبروك، الى اللقاء.